قاتلا في مختلف الجبهات مع الآخرين، ومناضلا دفاعا عن مكتسبات شعبنا. حارب كل الأنظمة السياسية التي تعاقبت في السودان من أجل الكرامة والعدالة والمساواة. ثم لاحقا تم تكليفي كحاكم لولاية شمال بحر غزال أويل المشهورة عند أهلها بأمريكتين، ووضع فيها بصمات أساسية وقوية في البنية التحتية. ثم تدرج في المواقع ونال صيغة فخامة رئيس الجمهورية الفريق الأول سكرتير مياردي، وتم تعيينه رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان، يلتقي بالرمز السياسي والعسكري الجنرال فول مولونغ آون الذي أسس لكيان سياسي مستقل الجبهة المتحدة لجنوب السودان، وهو رئيسها وقائدها العام لجيشها. جنرال فول مولونغ، نحن سعيدين لك في الثانية حالي ونشكرك على حسن الضيافة في منزلك العامر. وبداية بقول لك كل عام وانت بخير، وكل القادة السياسيين كل شعبنا بألف خير. شكرا مايكل، انت كل عام بالخير، وشعب جنوب السودان مذكور الداخل والخارج، وشهداء بتاعتنا عز اليوم كل عام بالخير. نعم، الليلة يوم عظيم جنرال، ونرجعكم لورا شوية. شاكلتوا وكافحتوا عشان استقلالنا، كيف انت بتقيم مسيرة العشر سنين الفاتة دي؟ والله يا أخي نحن طبعا مفروض نقبل الواقع، لأن الواقع ما بتغير أساسا. الحياة بتاعت الإنسان زي طلوع الشمس، طلوع الشمس مع الظل بتغير، الظل ما بتكون في الساعة اننا قاعدين فوق، الظل ما زي الصباح الساعة 7 وما زي الساعة 8 وما زي الساعة 9، هو الظل وصل للمرحلة الثانية، والظل يرحل بنفس الزمن لغاية غروب الشمس، يكون راحل بنفس المستوى. الإنسان يمثل هذا الشيء. المرحلة اللي أنا قاعدين فوقه يناسب كمرحلة واحدة، مرحلة بتاع قيادة بتاع زول واحد، وصلفة من زمن بتاع سي بي اي لغاية زمن بتاع اندبندن الأول عشر الليلة، ومرحلة واحدة مرحلة يعني الظل ممكن لسه ثابتة في البداية بتاعت خروج الشمس. كل شيء في البلد، في 12 مليون نسمة موجود، 13 مليون نسمة موجود، الما معصوف لغاية هسه ما معروف نحن كم. النجاح والفشولة ما معصوف لكل الجنوبين، معصوف لشخصية واحد. منو اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت النجاح أو الفشل ده؟ هل نحسبه لزول واحد؟ أصلا زول واحد، زول واحد، لأنه الرأس هو اللي بيمشي، يعني جسم لا يمكن جسم يمشي different direction، يمشي خلفي عن الرأس، الرأس محل الرأس متوجه فوقه، هو جسم بيمشي فوقه. فالمسألة دي كلها معصوب لزول واحد. أنا داير أقول لك شنو، أنت قلت قبل إنه أنا كنت حاكم. أنا وقت مشيت في حاكم الولاية كان الطلب، أنا كنت في الجهاز وحصل مشكلة في جنوب السودان، حصل مشكلة في جنوب كردفان معنا في الحدود، والناس مشوا للخلفيات، من هو ممكن
بيكون مناسب لل بيكون مناسب للحكاية. كلفونا عشان نمشي فوق الحرب مشى 4 شهور من شهر 12 لغاية شهر 4، لكن وقت كلفوني أنا وقفت الحرب في 4 يوم. وقفت الحرب في 4 يوم بأسباب بعلاقاتك ولا بإمكانياتك العسكرية؟ لا يسي أنت كدولة أمريكا كدولة عظمى they are on standby now. هم في حالة تهاقف، هم قاعدين مستقلين، لكن الطيران في تهاقف. الناس في الأمل في هذا اليوم واقفين وطيران بتاعهم جاهزين وقاعدين جاهزين في محل ده. فمسألة نحن كالناس بنستخدم علاقات، بنستخدم السلام بيننا مع جوار وبيننا مع بعض، وإذا كلف الأمر بندافع عن أنفسنا. نعم. والاثنين كانوا موجودين، بنستخدم علاقاتنا في الحدود، لأنه حدود بتاعتنا مع شمال السودان حدود يمكن يعني لو يتعاملنا كويس معهم بدينا سلام، وسلام أرخص من الحرب. بدينا سلام لأنه حدود بتاعتنا العرب يعني راجعين من أراضي بتاع الجنوب بيرجعوا للشمال شهر 10 ل 11 بيجوا راجعين. نعم. جدر نجحت انت في ملف ايقاف الحرب واسست للسلام بين الرزيقات ودين كمال والو مشهود ليك، الكلام ده ما بنكر الا مكابر، لكن في الجيش فشلت، كيف ترد؟ في اي مهام في الجيش؟ في هيئة الاركان فشلت في مهامك بحسب ناس تعنين يعني. في اي مهام انا فشلت فوق؟ انا ما شايف انا فشلت في الحرب، وما حصل وما في زول ممكن يأكد انه انا فشلت، لانه شنو حصل في يدي ممكن يقولوا لي انا فشلت فوق؟ اندلعت حربي وسط صفوف الجيش، ما قدرت اعمل كنترول على القوات، انت كنت مسؤول عن القوات. وكذا الحرب اندلعت انا ما كنت رئيس حركة. الحرب وكذا اندلعت أنا ما كنت رئيس حركان، وحتى لو كنت رئيس حركان نفس الحرب كان بالدلع، لأنه الحرب ده كان يعني مجهزينه، ده كان اختلاف بين الرياض وبين كير، وعشان كده الحرب بالدلع. ما أنت بحث إنه الحرب بالدلع وما نبحث الغادي في الكوب يعني رئيس الحركة ونائب، أنا ما كنت لكن أنا كنا عارفين إنه الحرب ده حرب اندلع. سكتوا؟ ما سكتنا. أنا شخصيا يعني أنا كنت لامة في المعلومات إنه الحرب كان بمشي يوم الجمعة دي يوم الليلة. أنا كنت في البيت اتعشيت مع تعبان وجيم وياي بنناقش في الكلام ده، وأنا كنت بقول لتعبان إن تعبان ما نرجع ناس بتاعتنا إلى الحرب. أنا قلت له إيه ده؟ أمثلة سلفة، سلفة حلوة، ما ترجع ناس بتاعتنا. وأنا ذكرت له إن وزول شهد وزول كان موجود فيه ما بعيد منه كلام ده حاصل واكيد لو مرة يعني في فنجر إننا مساعدين من إيش أنا وصلت قمنا مشينا زورنا خالد كان اللي مركز التدريب مول مول مرض مين
تسمى بيضان ريال، وجد جورنو في رأس البحر يعني، وكان متحرك مع المجموع كبير من سايبين ماشيين لتجاب رأس الشلق، فماشيين فوقه مش أكل لنا مشكلة. بعد ما سلمنا له أكل لنا مشكلة، قال لنا يا أخي في مرة هنا وضحت إيمان وماتت، قل لها إذا عصبنا بأنا كلام ده أو يالا من فوق البجة في البحر، المرأة الميتة جدوا في البحر واليالا الحياة جدوا في البحر. قلت له أخي أنا واحد من الناس، أنا معي سنة نرجع أنا ما يجين نرجع لنفصل معليش يا جماعة، نعتذر جدا للمقاطعة دي، ونحن في حوارنا التوثيقي التاريخي مع الرمز الاستثنائي مشاهدنا العصر، رجاء خاصة الناس المتابعانا ما يعني تحاول ما تتواصل مع الماسنجر على بال ما ينتهي من الحوار التاريخي مع جنرال فول مولونغا وان رئيس جبهة جنوب السودان المتحدة والقائد العام لجيشها ورمز من رموز جنوب السودان في هذا اليوم التاريخ. جنرال، ناسف للانقطاع، واصل ما انقطع من حديث. ف اتكلمنا اتعدسنا ليل كلها يعني من الساعة 8 وقت العشينا لغاية يمكن ساعة 1 كنا نتعدس عن مسألة الحرب ما تحصل، لكن طبعا كخطة من الناس المخططين انه كان بيتذكر انه العملية دي ده عملية بتاع ساعات ممكن تتم والبلد بيستلموها. تعبان قال لي يا اخي، انا قلت له تعبان انت لو شايف انه الشغل ممكن يعمل البلد يكون كويس فعمله عشان يطلع بلد كويس. فقال لي ليه قاعد تقول لي نعمل؟ انت قايل انا لو عملت حتنوم في الاماره ده. قلت له تعبان، نحن ما مولودين في الامارات، ما في جنوبي مولود في الامارة، حتى اسم بتاعك ده ما اسم بتاعك زول بالمعنى يعني، انت ما مولود في محل هنا. انا بمشي بنوم في محل مولودين فوق. انا قلت الكلام ده لتعبان، ونحن اتعدسنا في الاخر كازار، وده هو الحقيقه، ده هو الواقع. The issue is that تعبان وما عسكري اتضربت وما استخدم التدريب بتاعته في عسكرية، استخدم التدريب بتاعته في السياسة، وما بيعرف انه المسألة ما عددية، المسألة ما عددية، الا انه الإسرائيل ستاندينج آمي بتاعه ما قصد الستاندينج آمي بتاع الدول العربية كلها، لكن قادر يهزم. لكن قادر، الحكاية ما عددية، الحكاية القيادة. أنا قلت له أمشي أعمل الكلام ده، الكلام ده فعلا وكده اتعملت. الكلام اللي أنا قلته المسألة دي ما مسألة بتاع عددية، مسألة بتاع قيادة، هو حاصل. ودار ناكد إنه المسألة الخيالية ده خلى أقل قوة يكون قاعد في ناصر لغاية يوم العزة. أنا ودينا في ناصر وأثبت نفسه بقيادة، وأثبت نفسه بتكتيك، وأثبت نفسه
خف هذا. قاعد في ناصر في النص ال population هو يعني ال حولهم كلها ما 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 صدق لهم، لكن أثبت وجودهم، أثبت وجودهم في أول قيادة، أثبت أنفسهم في 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 أيوت في نص ال ال الممحض لهم كلها يعني ما 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 صدق لهم، لكن أثبت أنفسهم بكون قاعدين فوق. نعم. فدل بتجربة وكان جزء من النقاشات اللي قدمتوها كنصائح والناس ما استفادوا منها. الناس ما استفادوا منه. 10 سنين. وأنا دائما أقول لك. نعم. سلفة بنفسه. سلفة. أنا كزول اللي دخل في أمنية. أنا جبت لهم معلومات هي عن بتصوير يا زول بيتكلم ده منو بيتكلم وقاعد يقول قبل الحرب وقاعد يقول شنو ما اشتغل بالنصيحة بتاعتك وال سلفة طبعا غير أقول لك سلفة ده بينجا إذا ناس الماو قادرين النجاة وبيفشل إذا ناس القادرين ماو إذن جنرال الفشل ده باعتبار إنه في ناس حول الرئيس هم فاشلين يعني تقول كده أنت مثلاً أصو هو ما قدم الكلام ده ما أنت لما ندوك معلومة أنت بتقدمه لجهة ال بدعم ال مع المعلومة ده نعم. هو ما قدم المعلومة ده للناس المفروض يتعاملوا مع المعلومة نعم. والناس اللي بتعاملوا معلومة بتعاملوا مع معلومة احتمال هم ذاته يعني ما كان في مستوى بتاعت إنه هم يتعاملوا مع المعلومة الموجودة نعم. ما في معلومة ما قدمناه لسلفة. أنا شخصيا قدمت معلومة كافية ممكن يعني بعض الناس شافوا حاجة ياهو زول بيتكلم وبقول في شنو نعم. الرئيس في كذا مرة في كم تصريح قال أنا كل ما داري اشتغل في ناس بيجروني لي ورا، هل تتفق معه إنه في ناس فعلا كانوا بيجروا لي ورا؟ يعني أنا ما بيتفق معه في الكلام ده. ليه؟ يوسي جيش القيادة بتاع الجيش هو chief of staff وزارة الدفاع هم اثنين وهو التالت بتاعهم هو في رأس والقيادة بتاع الجيش هو chief of staff هو القيادة اللي بينفذ أي orders لو جاء من فوق احتمال هو ممكن يتعامل بدون order لازم order تجي واسب معلومة كلام بتاعين لو بيجروا بورا ده دماسة لانه مكان بتاعي ما بستاف ده لو قالوا انت عمل كده هما نفذوا ما بتسألوا يجي بزر في كم جنوبين نعم الدفاع لو قالوا عمل كده وما يتعامل مع أودس بيقولوا انت همشي كده ويجي بزر تاني نعم جنرال أنا حمشي لجزء تاني مهم جدا في الحوار ده نحن نتكلم عن تجربة 10 سنين والمواطن ما شاف منكم حاجة المواطن بيحملكم انتوا كلكم المسؤولية لأنه ما شفنا تنمية ما شفنا استقرار لكن انا هتكلم عن جزء مهم ليه دائما انتوا كقادة سياسيين بعد ما زول يشيلوا المنصب يمشي يقول المواقف القديمه دي ويتباكى على الماضي ليه مثلا ما
في كلام اي زوروها انه جاي من ال من ال من رواندا. الكلام اللي انا وريته قبل الزمن وفعلا الحاجه ده جاء زوروها وجابوا له وجيبوا له. ما يعني ما رحت وما رفعت السلاح في وسائل المواطنين. ما انا 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 اصل انا ما قلت شنو بعد ما الكلام ده زاوى. انا ضربت له رئيس سلفا عشان في كان في كان هيكون في مشكله اكبر من ده. لانه كان في استفزاز او المنطقه او المحل انا قاعد فوقه وفي كلام ما في محله. انا راسلته ضربت لولد الماسك تليفون بتاعه لقيته ما موجود. ضربت لزول ثاني قال له فلان او غيره. ضربت لزول ثاني قالوا سلفا قاعد مع الناس قاعد مع نزكول والد قاعد مع الناس مريال منو ما عارف وقاعد مع قران دين اغور ما قدروا يوصلوا الخبر انه انا عايز عشان يقول لي اقل وقف التحرك حول المنزل بتاع مالون. بعد ما هم فشلوا ما ردوا كلام ده واحتمال وكده اي زول يعني يده في تكتك اذا تلقى واحد طلع الناس بيضربوا بعض انت بيضربوك زول بيضربك زول انت بتعرف. قمت انت سحبت عشان تجنب الناس الحرق. انا قمت سحبت عشان اجنب الناس الحرق المساله دي. وكده انا انسحبت وقالوا لي تعال انا جيت. المشكله زادت يعني لو قضيه المفروض يعملوا قضيه عشان يكون معروف. نعم. لكن المشكله زادت في النهايه بقى انه يعني انت عملت كده ما تعملت كده انا بعمل كده. فانا قبلته وقت قالوا لي انت لو ما استلمت وما عملت شنو من ضربه قلت له خلاص انتوا اعملوا ده اقرب حاجه. هم يعني جابوا الجيش جابوا دبابات جابوا اي حاجه لكن في النهايه يعني المساله كان بيكون اقل من كده. ما معروف لو طلق واحد كان طلع وهو بنفسه سلفه قال الكلام ده. قال لو طلق واحد كان طلع كان اجر بتاعنا كلنا كتزنا. نعم نحمد ربنا انه ما في طلقه طلعت ما في. وبحكمتكم كلكم كده وكلكم عارفين اضرار الحرب انت مشيت بشكل هادي واسست لي الجبهه جبهه الجنوب المتحده. الجبهه الجنوب المتحده انا اسسته ذاته. نعم. ما كان هو فكره بتاعتي. نعم. يا اخي في ناس بيقولوا لي ليه انا ما مسكتهم وكدهم كان قاعدين الاثنين في جيوان. نعم. It is true. انا ممكن نعمر دبابات الخن خارجي ونمسك. هم قاعدين في حته واحد. لكن الجنوب ما بيكون فوق السلام اذا جاء واحد دنكاو في نفس الزمن ويستلم السلطه. ما بيكون زيه زي كير في سلطه ودنكاو اللي جاده زادو دنكاو برضه نفس المسار بتاع كير. باقي القبائل ما عايزين انه يكون في كلام ده بيكون لسه في الحرب. ما كان الدنيا عشان أعمل الكلام ده. أنا كنت أعملها بالدراسة اللي أنا قلتها ده إنه يعني أنت لو أنا استلمت السلطة في زمن ده بيشوفوني ده ياس ما دينك أوار شالوه دينك أوار جاء ما بكون فيه. طيب أسست الجبهة على أساس الجبهة أسس نفسه. أنا بعد ما خلوني وفقوا اليسار انا كنت عيان وطلبت مرض علاج عشان نمشي ل ميديكال تشيك اب نمشي لإجازة مرضية. فجأة سألوا دكاتر من هنا من جوبا دكتور اسمه ديفيد دكتور اسمه الاثنين سألوا ودو لي في جوبا. فدكاتر ما شاء قالوا يا اخي حكايته عايز محل فوق مكانات. فالناس رفضوا قام رجعوا بعد ما تمت
إخراج بتاعتي قالوا أنت أمشي علاج. قلت له كويس أنا بمشي علاج. ماشي علاج أنا عندي قروش، قلت عايز قروش بتاعي ده عشان أمشي بيه علاج. قال أمشي برسلوا لك القروش، ما رسلوها. أنا جيت لخات هسه ما في حاجة، ممكن I'm surviving through God، ممكن ربنا ياهو يعني حماك يعني بيحميني هسه وقت يعني. ما رسلوا لي قروش. أنا جيت هنا وأنا جيت قاعدة في بيتي وأنا رسلت التلفون بتاعي لسلفة إنه ده التلفون بتاعي، أنت لو عايزني اتصل بيه اتصل بيه. هو يعني ما اتصل بيه، جاء في عليفة بتاع رئيس بتاع كينيا، فأنا ماشي له في مالدار وقلت له أنا يا أخي أنا رسلت لك تلفون بتاعي، لو كان اتصلت بي أنا ما كنت بجيب قاطع هنا في المحل ده، وعشان أنت ما اتصلت بي أنا دار أقول إنه أنا يا أولي سقايت هنا في المحل ده. هو ما جابني بطريقة بتاع عايزني كزول جنوبي، كزول ما هو في نضال، كزول صديقه، كزول يعني حماه في بعض المشاغل وكان قاعد فوقه. شافني وسلم علي، قلت له وين القروش بتاعي؟ قروش ما موجود. قلت له خلاص قروش من القروش اللي عندك، اديني قروش انا مش بعرف. قال لا ما عندي قروش. بصدق انه سلفة جاي بهم قروش. يعني اذا انت اسست الحركة عشان كنت زعلان؟ لسه ما اسوا في الناس. انت لو انت ما عايز تعمل لابد انت تعمل. انا قمت من هنا مشيت يوغندا يوم الجمعة زي الليلة. هو يا كانسلر مينيسترز قالوا مالهم مش غرطوم، مالهم مش غرطوم. وده ياهو تقريبا جابوه في كانسلر اوف ذا مينيسترز انه مالهم مش غرطوم. وانا في يوغندا within the council of ministers في ناس اتصلوا بي مالهم انت وين؟ قلت له انا في اوغندا وانا قايم للمطار هسه ماشي نيروبي. اها قال انت ما مشيت خرطوم حسب المعلومات اللي ماشي غلط. قال انت مشيت خرطوم. قلت له يا اخي انا ما مشيت خرطوم، وده هو النمره بتاعي بتاع اوغندا. لو عايز اختصر بيه هسه وقتيا خليك اختصر بيه في المساء، لو داير اختصر بيه من الساعة 10 اللي قدام يا هو نمرة بتاعت كينيا خليك اختصر بيه. الكلام ده في نفس المحل طلع كده، والصلفة ما عصب الكاذبين، ما قال انتوا ليه قاعدين تقولوا الكلام ده. وبعد ذاك الإعلام بتاع دينا مالون غير يعمل ده ومالون غير يمشي كده ومالون غير يعمل ده بقى سو أجبروني عشان نعمل ايه. ليه ما صبرت جنرال؟ انت كم يعني غرني من الزمن انت بتقاتل في صفوف جيش شعبي بدون مليم، ما استلمت جنيه، انت بتدافع عن شعبك، تجي تزعل عشان بس ما جابوا لك قروش العلاج؟ ما مسألتها قروش علاج، ما مسألتها قروش علاج. انا سكرت ناكل في قروش جابوها، ما مسألتها قروش علاج. ده مسألة بتاعت انه الناس ما عايزوني. الناس ما عايزوني، ما مسألة بتاعت قروش. هسه قروش ما جابوها، انا ماشي لاربع سنة قروش ما جابوها. نعم ساعتك نمشي في شهر سبعة ده او سبعة اربع سنة. نعم نمشي لجانب تاني مهم جدا. البلاد الان بتمر بمنعطف تاريخي خطير جدا. وانت غايت من رئاسة البلاد، انا جزء شنو منكم؟ انا جزء منهم. انا جزء من شنو؟ جزء من القيادة العامة. لا جزء من القيادة العامة بتاع جنوبستان. في المعارضة كان في الحكومة، المطلوب منكم شنو الاثنين في المعارضة والحكومة عشان تخلوا المواطنين ديل يمشوا لبر الأمان، يكون في شوية بتاع السلام من المعارضة من الحكومة مش المعارضة براو. اسمع المعارضة ده ما ماسك ديركسون. نعم الماسك ديركسون. نعم معلش المعارضة مش أول سايق. نعم الصحيح ده حكومة. نعم ده صحيح. وهو بيقطع ناس ويلي قطس ناس. نعم لأنه
بنكون لا من هنا حصل نمشي للمفاوضات. نعم. إشارة صبارة. نعم يا محرف فرومة. إيه. أنا نمشي. نحن في المعارضة. نحن في جبهة المتحدة. وفي ريال أسفلان. ما طالبنا بوظائف. في نقاش بتاعنا كله. ما طالبنا بوظائف. ما طالبنا بثروة. ما طالبنا بأي حاجة. طالبنا بإصلاح. طالبنا بإصلاح. والإصلاح طالبنا فيه ده. شيء واقع. شيء واقع. أنا قلت في إصلاح ده صلفة. وكان رئيس أركان قبل ما يكون رئيس. وهو بنديه حق. إنه الناس كان في الحرب. وزمن الناس كان في الحرب. ما كان بيعرف تمام بتاع الجيش. وده حق بتاعه لأنه الناس في الحرب. جاء وياه. وياه يفاد بدون ما يعرف تمام بتاع الجيش. ونحن كنا بقينا دولة مفروض نعرف تمام بتاع الجيش. جاء جيمس جيمس ذوت وانا جيت طلعنا كلنا ما عارفين تمام بتاع الجيش. تمام بتاع الجيش بتعرف بياته صورة. ما أول حاجة الدولة بيحكم عايز كم فرد من الجيش. وكم فرد من الجيش هو اللي بيجهزوها في المجلس. وكم فرد بتاع الجيش هو لما يجهزوها في المجلس هو بيكون standing army. ده هو بيكون جيش بتاع الدولة. ممكن بينقص وبيملو. ثابت في الفريق. You see. الكلام ده ما يتعملت. ما يتعملت لأنه الحكومة ما قدر يعمل الكلام ده. وده واحد من الإصلاح. أجان الإصلاح ده شنو؟ الهمال الأمل المدني في الدولة ما معروف. ما معروف. أنا وقت كنت مشيت في ولاية أنا اللي لقيت سانتينو دينغتين كان وزير بتاع مركز وهو ذاته مات. لقيت هو كان بيصرف في ولاية بمنصب بتاع دايركتور منصب بتاع مدير عام. هو ما موجود وقاعد يصرف. ليش الله المفروض تتعامل في النظام وفي التنظيم في الدولة. نحن ما طلبنا أي حاجة. نحن قلنا إنه لازم يكون في إصلاح. أجين جهاز هو الجا البدور البلد هو الكاتر بيمسك وبيقتل. ما موجود في 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 نظم في نظم العالم. الجهاز ما 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 بيمسك وما بيقتل. الجهاز هو بيشيل المعلومات. إذن طالبتم بقانون واضح لجهاز العمل. لا يس يس بيشيل المعلومات وبديهم للناس المختصين. بديهم لحكومة وحكومة واللي سايد. لكن الجهاز الوقتي أنا موجود هو جهاز بمسك وبيقتل بمسك وبقتل. أنت كنت ماسك الجهاز ليه ما عملت قوانين؟ أنت أول مدير للجهاز مثلاً متذكر يعني. أنا كان 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 مختلف قبل الدولة. كان في ناس بيقتلوها. ما كان في ناس. لا ليه ما طلبت بيستن قوانين؟ أنا ما القوانين ده بتعمل. بيتعمل. الناس كان قاعدين يتعمل فوقه. وانا خليته مع وياي وقت وياي كان وزير بتاع الجهاز. او وياي كان بصارة. يعني في قوانين. مع القوانين ده ما بتقو تكتب. نعم. ساعتك تحدثت عن الاصلاحات. اذا نتوقع انه انتو في التحالف بتاعكم حتقدموا مجموعة من المقترحات في المحادثات الجاية.
واخر اخر 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 اجتماع بتاعنا او اخر معالسات بتاعنا في نايباشا نحن اتصلنا على انه جهاز شو ندرس جهاز ممكن يملك قوة بتاع يمسك الناس وينفذ زي ما هو عايزون. انا اتصلنا على الكلام ده. نعم نعم. المحادثات ماشيه لكن برضه لاحظنا انه في خلافات داخل التحالف بتاعكم بتاع سوما ودار نعرف الاسباب شنو. انتوا دائما المعارضه بتختلفوا وما عندكم ارضيه موحده بيناتكم يعني. شنو اسباب الخلاف؟ توماس بهنا انت بهنا يعني باغان بهنا هسه بقيت انت وباغان كتله مشكله شنو؟ اصو يعني بسهوله ريال الف يلم ان ان صف عندنا الناشنال اجندس. نعم عندنا الناشنال اجندس ونحن حتى الان بنطالب بننادي في توماس توماس ارجع خلينا نكون واحد واحد عشان نتقدم كمجموعه واحد ونطالب باصلاح في البلد. ما عندنا مشكلة لكن توماس هو بيقول لك ومش بيقول لك ساكت انت لو بيقول لك انت لو دارت حرف مش بعرف خزال مش حرف بعرف خزال وبيقول لنا ملكة لو انت دارين انت حرف مش ملكة وخلوا لنا يجيبوا عشان حرف فوق. اذا توماس بيساكت يعني بصارع على اساس اسمي والله قبلي انت لو سالت توماس اي اوريك والسبب شنو. نعم السبب شنو؟ لانه نحن قلنا نحن طالما نحن بنحارب ضد النظام لابد انه نحن نتوحد ونحن بنطالب في الكلام ده والناس الازقى طالبوا ان نحن نتوحد لكن طبعا الحكايه انه تومس في ناس بيقول لنا انتم اتوحدوا عشان يكون عندكم كلمه واحده عشان يكون عندكم باكينج انتم لو في ناس دارين يساعدوكم ذاته بيساعدوكم انتم ككتله واحد. نعم فنحن انا و ريال اسفلان نحن من واحدين. نعم نعم سعادتك جنوب السودان خلال 10 سنين او بعد الاستقلال فقدنا الكثير من اصدقائنا فقدنا الكثير من الدول اللي كانت صديقه لكم زمان يعني. طيب في اعتقادك كيف الحياه دي خربت علاقاتكم انتم مع الدول الصديقة؟ انت عارف طبعا لما نقول حاجة كأنه يعني بيجينا في المعارضة وعشان نقدر نجي كلام في الكلام ده. انا طلبت صلفة عشان نحزم الثقافة بتاعنا القدم سبيشال امريكا. نعم وكان صدق الكلام ده وانا جبت امريكا انا جبت امريكا واتعشينا في جيوان وكان الهدف انه دارين نجيبوا الزغا بتاعتنا ونواصل معهم. نعم. انا قلت له الكلام ده وانا جبته طلبت امريكا وقطعت لهم تذاكر وجبتهم لغايه جوبا عشان تعيد الصيغه بتاعت العلاقه عشان اعيد الصيغه بتاعت العلاقه بيننا مع امريكا. نعم لكن طبعا ما تواصل. نعم ما تواصل لانه الراس ماشي كده ونحن ماشيين اقصى الراس او الراس ماشي اقصى اننا في امل نعيد العلاقات ثاني و بوجود بتاكير اي دونت ثينك بوجود بتاكير اي دونت ثينك لانه كير في هذا الزمن المفروض يجيبوا النازل ويعيد للآخر. أنا مرة اتكلمت معه وهو يسمع وحيقول الكلام صح. اتكلمت معه قلت له كم رسالفة الطريقة ان احنا نتعامل مع الجار بتاعتنا الطريقة ان احنا نتعامل مع يوغندا ممكن تختلف عن طريقة نحن بنتعامل مع كونغو لكن نحن يوغندا
دار اقول لك سلفة بنفسه وما كان بيعرف هاي اسمه سبن عمد كنت انا ياهو لميته وقت كان مصابني واجب ما بسجي وانا قلت له سلفة قلت له انت مات يعني ما 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 تقول ساكت عمل حاجة لمصابني سلفة have contributed $500,000 لمصابني in that time سلفة بنفسه قال لي مصابني نادى وقال له يا سلفة ليه الناس بيقول انت ما انت 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 ما كويس معايا في زول ما كويس معايا زول يمكن يدي زول امونيشن في جبهة سلفة هو قال لي كلام ده هنا في نيروبي كان ماشي امريكا وجا راجع وقابلنا في سرينا قال لي ده الكلام مصابني قال لي ودل مهالوم لا مفهوم يعني انت ممكن تعرف لو مصابني قالوا ليه سلفة ما كان عنده حب سلفة ليه الناس بيقول انت ما عايزني نعم سعادتك اداني غايش تاريخي طويل جدا لكن بعض المراقبين برضو بيعتقدوا انه انتوا كلكم كده في المعارضة بس انكم حب للسلطة لانكم حب للشعب ده هل تتفق مع الاتهام ده؟ اول حاجه انت لو ما نمت مع مره ويتهمك انت اغرى ده كلام صح مستحيل يكون صح انا صح يعني ما صح لانه انت الناس بيجدوا انت قادر تلدي ولا ما ما ما, ما قادر تلدي لما يكون انت يعني مع المره في الاوضه فليه كيف بيتهمونا في وقت انه نحن ونحن ما تكلمنا ما تكلمنا عن السلطه يعني في مفاوضات ما تكلمنا عن السلطه تكلمنا عندك الرغبه في السلطه ما يوسي انت 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 رغبه في السلطه مش هو الاول نعم مش هو الاول نعم الاول انه يكون في اصلاح الاصلاح ده is an absolute ده حاجه يعني انت لو قلت خلينا نعمل إصلاح. الإصلاح ده ما بتعبشه، ما بتشوفه. الإصلاح ده زول أوباما. نعم. زول أوباما. نعم. 10 سنين تم توقيع اتفاق السلام ونشط. في اعتقادك كزول سياسي وراغب ومتابع، ما مدى جدية الحكومة الحالية دي في تنفيذ اتفاق السلام ونشط؟ أول حاجة أنا ما شايف في تنفيذ. في السلام أنا ما شايف في السلام واحد حتى الآن ما نفذوا أي واحد من الحاجات أي واحد من الحاجات لو كان الناس اتفقوا له الناس ما اقتصروا عليهم الناس مفروض يبدو بالتنفيذ الأمنية الخطة الأمنية ده الأول لأن الخطة الأمنية لما يتنفس هو بيثبت خطة سياسية في البلد بس إذا خطة سياسية هو الناس ما شاء الله الناس قسموا مناصب الناس قسموا بيلقوا دخل في مكاتبهم والأمن برا من التنفيذ ما عشان كده الجيش بتاع أيوه لسه ما دخلوا قال أيوه الجيش ما دخل في 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 نظام هندافه لا يمكن شيء بيتنفس الحرب ده شنو ده سياسيين أو الحرب ولا جيش الجيش هو بالحرب كل السياسيين هم اللي بحركوا الحرب والزول اللي بيضرب دمه هم هسه قبلوا كلام بتاع السياسيين نعم سعادتك العشر سنين دي الامهات عانوا شديد بالتاكيد ونحن والناس كلها بتحتفل بالعشر سنين انت بتكون عندك رسائل لامهات الشهداء
انت كنت قائدهم عندنا العشرات من الارامل، وبتقول لهم شنو عشان مزيد من الصبر؟ يوسف انت عارف اذا في ازراع انت لما تقط الحبوب ما بكون كفايه، انه الحبوب ممكن تعصده بدون عمل الثانية. العمل الثانية ليش ما في نظافة الزراعة؟ ده لازم نظافة. انت لو ما نظفته الزراعة ده ما بينتج بطريقة الناس عايزها او انت عايزها. انا قلت لك قبل الفترة ده كلها بمسك فترة بتاعت ليدرشيب واحد هو صار الفشل ونجا كلها فيه. اذا فيه الناس عايزينه لابد انه يكون في تغيير، لانه النظام الموجود في 10 سنة ما قدم حاجة، فلابد انه يكون في تغيير. نعم في 10 سنة التغيير 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 اذا الناس مشوا في انتخابات هم ينتخبوا صلفة ثانية؟ لا طبعا. واذا انتخابات ما في زي ما هو انتخابات ما موجود، الناس لازم يفكروا بطريقه انه وصلت اتشال في جرائم ارتكبت خلال 10 سنة. اذا اتضح انه جنرال مالون واخرين كانوا متورطين، هل انت تقدم نفسك للمحاكمه؟ وانا ما مورط ذات. اذا مثلا انا ما مورط ليه بالون اذا انا ما مورط، لانه الحجر اللي بيقولوا يسي انت ممكن يو كان سي اي ويل ريزيو، ممكن تقول انا بسجنك يا لكن بعد ما تسجنه ده حتثبت له شنو؟ انت هسه قاعد هنا يمكن I can just say you are arrested. أنا أقول لك شنو في النهاية؟ ما مسألة إنه somebody to be arrested، ما مسألة إنه somebody to be يتهموه. أنا التهمات بتاعتي إنه أنا جندت متيانجور أنا في أول، أنا ما ممكن أجند متيانجور في رومبيك في تون أو في وراب في واو في 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 أبيي أن في أول زمان مسؤوليتك أنت زمان مسؤولية بتاعتي. نعم جنرال بعدين لو وصلنا في المحل ده بدنا نجيب الواقع. نعم الواقع موجود. نعم جنرال 10 سنين وسقطوا كثير من الشهداء، وشكرا لصراحتك، ونتمنى جنوب السودان يمشي قدام، نتمنى السلام، نتمنى بحر ساطروما تمشي خطوات لقدام نحو السلام عشان نشوف التنمية والاستقرار. أنا دار أشكرك وأشكر كل المتابعين معنا في الثانية حديث، وأشكر كل الناس الحريصة على السلام، ونتمنى نشوف جنوب السودان دوما في المقدمة بعيدة من الحرب، بعيدة من عدم الاستقرار. شكرا جنرال بول مالون أمر رئيس الجبهة جنوب السودان المتحدة والقائد العام لجيشها والرمز السياسي المعروف، نتمنى يحصل بيناتكم الانسجام والتعايش. ماذا تقول لأبناء جنوب السودان بالداخل وبالخارج خاصة الشباب؟ بتقول لهم شنو في ختام هذا الحوار؟ الشباب طبعا هم أبطال هم أبطال المسألة دي كلها، إلا أنه زمنهم هو ضايع، هم أبطال الزمن ده كله. الشباب بتاعت 50 يوم ل60 يوم شالوا سلاح، حاربوا وما كان عندهم وجود بتاع سلاح، لكن بدأ كله عبر عن مشاعرهم وسموا أنيانيوان وقدروا يتصلوا على السلام بتاع 72 هو سلامة أدي سبابة. السبابة بتاع الزمن ذاك قضى زمانهم في اسمه، نحن قضينا زماننا كشباب في أسفل لوار 20 سنة، لأننا شايفين زمن بدأنا ياهو قضايا قضيناه في الحرب وقتها. يعني في شباب لو بلد ما ماشي كويس هم اللي بيشيلوا التغيير، هم اللي بيقوموا بالتغيير، فأنا بقول إنه المسألة دي مسألة بتاعت حل في الدين ده، يعني يمكن زول بأمور متقدم زوج له مرة بيجي بقول ده مرة دي
ما بتستخدم المهارات بتاعة الراجل وما يخلي المرأة لشباب ودي المسألة البلد ضايع بنفس الطريقة الضايع بها والناس المسلمين ما لديهم يخلوها لتخير التخير التخير بيجيب التخير تغيير أصل في إثيوبيا وقت برايم مينستر شاف إنه الكلام هو الماشي هسي هو ما بيقدر عليه اتخلى عن الرسومة حصل في إثيوبيا فكرة ومن بيكي الناس حاولوا هنا اتخلى جاكوب شاف المسائل ما كان هنا برضو اتخلى وجاء فالتخير تخير لابد انه يكون في شعور بتخير طبعا ما قادر تعمل حاجة لابد انه انت تخلي الناس يشوفوا زمانهم ويختاروا اختاروا من هو ممكن يقدم نعم شكرا جزيلا كثيرا لك جنرال فالمنون شكرا للمتابعين الافاضل ونتمناكم كلكم بألف خير على امل نلتقي بواحد من الرموز السياسيين في واحده من الحوارات عشان نتفاكر ونحاول نفك مع بعض الطلاسم الازمات السياسيه الاخيره ونصل الى ارضيه مشتركه. شكرا لكم لحسن المتابعه واشكر ضيفي الجنرال فول ملون اول رئيس جبهه جنوب السودان المتحده وقائد العام لجيشها واشكر كل الناس اللي تابعتنا وكل عام وانتم بالف خير. شكرا جزيلا لكم. شكرا.